يارا، عايز اعرف منك بقى الكواليس بتاعت الاغنيه وتنفيذها. انت اشتغلتي مع امير قبل كده؟ انا اشتغلت مع امير كتير من السنه اللي فاتت، وطبعا مع استاذ طه، وعايزه اقول لك بس انا مذيعه اخبار. اصلا عايزه اقول بجد والله. طب يعني وايه اللي جاب الشمع المغربي؟ انا في الكورال بتاع الكنيسه من زمان قوي، وبقول كواير وحفلاته من زمان، ايوه وهم يعني اكتشفوا فيا الموضوع ده قريب في الراديو وعجبتهم، يعني كتر انا بجد رايي تركزي خيرهم في يعني. والله العظيم الدنيا زي الفل وماشيه حلو قوي، انا بحب الاخبار واحنا قوي برضو مفتقدين الحقيقه. للاصوات الجميله الحلوه دي. هي كمان يرى الصوت النسائي لاذاعه نغم اف ام بتغني كل الجينجلز وكل التترات، هي طبعا ايوه صح معاها صح جمال، تصدقي ايوه صح، صوتها الواحد مميز ربط جدا. كده صح مظبوط. وبرده يرجع الفضل الاستاذ طه برضو في الاختيار، وطبعا وتشجيع استاذه اميمه الحقيقه، وطبعا برودكشن زملاء، يعني كل التشجيع اللي في الدنيا بشوفه منهم أيوة. بجد، لان هم طبعا في الموضوع اكتر مني، انا يعني ضيفه شويه عليهم. انا طلعت سجلت الغنوه بتاعت العالمين بعد شفت الاخبار، وقلت لهم هتستحملوني انا اطلع لكم من اخبار صعبه قوي ومن نكد جامد، بس يعني حالتكم في مود تاني خالص. وفعلا يعني تشجيعهم ومحبتهم الكبيره بتخلي الواحد فعلا يطلع احسن ما عنده. يعني امير، انت الشغل مع يارا، فكره ان انتوا اشتغلتوا مع بعض كتير ودي بتسهل الدنيا، بتبقى بتخلي التنفيذ بتاع اي اغنيه بيبقى جداً اسهل واحسن جدا طبعا. اولا عشان يارا فنانه بعيدا عن ان هي مقدمه اخبار، هي صوت بجد جميل جدا، وانا كحد ممكن بلحن بيبقى الموضوع بالنسبه لي لما الصوت بيكون سلس في الغنى بيخليني يعني اروح بخيالي في الالحان براحتي، لان انا عارف ان اللي هيغني هيقولها صح. ايوه فطبعا لا، شغلي مع يارا بيبقى مميز دايما، حتى عندنا في الاذاعات الحاجات اللي بنعملها لما بيكون في حاجه اغنيه بنعملها دايما بتكون صوت يارا هي الصوت اللي بيكون مرافق ليا او لاي حد من زمايلي اللي بيغنوا معانا في الراديو يعني. ايوه